مرحبا بكم. العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مرحبا بكم يا عائشة. نحب نقول لكم باسم زملائي الموجودين هنا الكل من مجلس النواب ولا من الحكومه ولا من المكتب السياسي ولا مناضلات ومناضلات تونس الموجودين، بارك الله فيكم على الحفاوه وبارك الله فيكم على الاستقبال، ونهنيكم بيت النصف رمضان، ونقول لكم انه في كل الحالات اذا كان تونس هديه فيها شرق وفيها غرب لكن في وسط قلب، والقلب هذايا هو القروان. احنا نحبوا المدينة هذه تكون بالفعل قاطرة نتاع التنمية بالنسبة لوسط تونس، وتكون المدينة هذه والولاية هذه تكون هي نقطة الوصل، الجسر بين الشرق وبين الغرب نتاع تونس. علاش ما تقدمناش؟ وعلاش ما عملناش اللي نحبوهم؟ وعلاش احنا اليوم نقولوا والله كنا قادرين نعملوا أكثر، ولكن في نفس الوقت جاي باش نقول لكم أن احنا ماشيين نعملوا أكثر. على خاطر أسباب متعددة. أول سبب إخواني أخواتي هي الحرب اللي قاعدين نعملوا فيها على الإرهاب. والحرب هذه برشا ناس يستعملوا كلمة حرب وكأنها مجاز ولا استعارة. هي حرب حقيقية إخواني أخواتي. والحرب هذه راهي ماشية ضد الدولة والحكومة. الحرب هذه ضد الشعب التونسي والقوة بتاعه. والعملية الأخيرة اللي صارت في سوسة كانت دليل على أنه هذه الحرب هي ضد قوة الشعب، لأنه السياحة لما تضرب تم ملايين من الناس بالتوانسة اللي يعيشوا عليها بشكل مباشر وغير مباشر. يعني يمكن الارهابي ما قتلش واحد تونسي ولكنه صوب السلاح بتاعه الى ملايين من التوانسه لجيبهم رزقهم المعده نتاعهم لقوه اطفالهم. وهذا علاش احنا جميع عايزين الحرب هذه نقولوا هالبلاد هذه ومنها القروان اللي هي قضات على الغزاة، والبلاد هذه اللي حارت نفسها من الاستعمار، والبلاد هذه اللي كانت ديما بين البطولات مستحيل تنهزم في هذه الحرب على الارهاب. والحرب هذه ان شاء الله باش نصروا فيها جميعا، نحن جميعا كشعب تونسي، لانه هذا هو مصيرنا وهذا هو قدرنا. هذا الحزب لازم يكون حزب خدمات، حزب يخدم الناس، حزب يقرب المواطنين، حزب يحدث المواطنين في كل مكان، الحزب اللي المناضلين نتاعو بالعرق نتاعهم يتخلط بعرق المواطنين. الجهاد الاكبر هذا الحقيقي اللي هي المدينه اللي تستحقه، اللي المدينه هذه تحس بها ان هي تعاني ومازال تعاني. وانه احنا قدموا لها، نحن الان قدمنا لها والسياسيين اللي قبلنا وعود بكل اسف ما كانتش من معناها عند انجازات ما بعد. وعود ما احترمناهاش. انا نقول لكم جميعا الان اذا الوعود هذه ما احترمناهاش كنا يلزمنا نتغيروا، لانه المسؤول اللي ما يخدمش يلزم المسؤول يتغير سواء في الحكومه وفي الاحزاب. واحنا عاملين الاجتماع هذايا حاب نقول لكم انه عهد متجدد ان شاء الله، وانه عهد هذايا مش يتقابلوا مره اخرى. باش نكونوا مع بعضنا نشوفوه ونتبعوه ومتاكدين انه ان شاء الله باش نتقدموا. بارك الله فيكم جميع وربي يعطيكم الصحه جميع، وراه ان شاء الله فرحانين ومبروك عليكم العيد، كل عام وانتم بخير من الان. وانا متاكد انه ان شاء الله حزبكم معاكم والاحزاب الاخرى اللي بدوا ايديها الناس كلها مع بعضنا وحده وطنيه، وان شاء الله باش تقدموا وتشوفوا الاشياء ملموسه. تحيه تونس، عاشت تونس، تحيه تونس، عاشت تونس.